السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب. وصلنا إلى ميلاد الإرادة، ثم انطلاق الإرادة. من ولدت له إرادة لا يسكت، ينطلق وبمنتهى القوة والحسم، ينطلق ولا يبالي. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت له الإرادة انطلق وحده، ما قالش مين معايا، ولا مين يسندني، ولا مين يقف جنبي، ولا يا رب انا لوحدي اعمل ايه، ساعدني واديني حد يقف معايا. انطلق، قال: ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. صلى الله عليه وسلم. الغلام ولد صغنن كده 8 سنين 9، راح بلغ الملك ان الواد ده بيعالج، او كان جاليس للملك هو عالجه عمي، فعالجه. فالملك بيقول له: انت مين اللي عالجك؟ ما الذي رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال له: انا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال له: من علمك هذا؟ فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. قال له: الواد ده هو اللي عليك، هو لا هاتوه. شوف بقى الفتنة، شوف الفتنة، عشان الفتنة دي كل واحد مننا بيتعرض لبعضها، لمثلها. ربنا قال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال: يا بني بلغ من سحرك. ما هو الملك اللي هو اللي كان جايبه يعلمه السحر. قال له: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من جميع الأمراض. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال له: ده أنت بقى، أنت أولك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأمر جنوده أن يأخذوه. هو شايف أن الواد إيه؟ عيل صغير 8 سنين، هيعذب فيه ايه ده؟ امر جنوده ان ياخذوه الى اعلى جبل. قال: ثم راودوه عن دينه، والا فالقوه من فوق الجبل. فلما صعدوا من فوق الجبل، طلعوا بيه فوق الجبل، وظنوا ان هو هيرتجف ويرجع. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدها الجبل ومات الجنود جميعا. شوف يا أخي، أنا بحبكم في الله. القصة دي كلنا نعرفها، واتحكت علينا عشرات إن لم تكن مئات المرات، ولكن أنت محتاج تفهم. تفهم إيه؟ هو ده المطلوب يا أخي، يا أخي حبيبي في الله. أنت يا ابني اللي مشغول بالتليفون، ارمي تليفونك ده، خليك معايا، ركز معايا. يقول لي: ما انا بتفرج عليك على التليفون، اعمل لك ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا، طب ركز. بقول إن انا عايزك لما تسمع حديث او تسمع ايه او تسمع قصه او تسمع موعظه من الكلمه، عايزك استفادتك انك تقول: طب اعمل ايه؟ هي دي. طب ايه؟ اعمل ايه؟ إن الولد ده سبحان الله العظيم ما عملش حاجة، ده هو فوض الأمر إلى الله. الله،
هي دي. قلت لهم التوكل لابد أن ينضوي تحت ثلاثة أمور: التفويض والتسليم والرضا. التفويض هو ما قالش يا رب اقتل الجنود دول، يا رب هد بيهم الجبل، يا رب ولع فيهم، يا رب يموتوا، لا ده قال اكفنيهم ايه بما شئت. ده اسمه التفويض. التفويض انا يا رب مش عارف اعمل ايه، فافعل ما يليق بك. هي دي اكفنيهم بما شئت بما شئت. فتدهده الجبل وفر الغلام، صح؟ سبحان الله العظيم، هي دي الإرادة بقى. الغلام كان كل همه وكل هدفه. عشان كده هنا بقول لك إيه، نمرة واحد: ماذا تريد؟ حدد لنفسك هدفا، حدد لهدفك أسبابا لتحقيقه، ابدأ فورا بالأخذ بالأسباب، لا تضيع وقتك ولا تنشغل عن هدفك، لا تلتفت، وكلما تعثرت فقم أقوى. استعن بالله من غير شرح. خلصت لك الموضوع، هقولهم تاني عشان خاطرك يا عم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الغلام كان عنده هدف، هدف بيتلألأ قدام عينيه. قلت لك إن هدفك الليله دي قلب طاهر يريد الله. أنا مش عايز غير كده والله، أنا بتكلم عن نفسي، أنا أشتهي وأرجو من الله قلبا طاهرا يريده ولا يرجو سواه، ولا عايز حاجة من الدنيا ولا اللي فيها. أريد أن أموت وألقى الله على الطهارة، على الطهارة. هي دي. الغلام ده كان عنده هدف بيتلألأ قدام عيني، كان هدفه أن الناس يعرفوا أن فرعون ده مش هو ربهم، ده لهم رب تاني اسمه الله. فلذلك لما الجبل تدهده ده مش هدفه، لما الجنود ماتوا دي مش غايته، هو عايز الناس تسمع. فرجع يمشي إلى الملك: يا ابني اهرب، روح خد لك صومعة في الجبل واعبد ربنا. رجع يمشي إلى الملك، فقال له الملك: أين أصحابك؟ شفت بقى المصري الأصيل ده؟ قال له: أصحاب أنا برضو دول أصحابك أنت. قال له: أين أصحابك اللي رايحين يقتلوك يعني؟ قال: كفانيهم الله. هي دي أنا أحب أسمعها منك لما تقول الله. إن اللي قالوا فوق الجبل هو اللي قاله تحت الجبل. ما حكاش للملك قصة، قال له: أصلنا بقى لما طلعنا فوق الجبل وبعدين أنا عملت إيه؟ شوف، كفانيهم الله. يا مناس بتكذب على ربنا، إن يبقى ربنا نجاه ويرجع يعملها قصة وحكيوة وتروى عنه بقى. يا رب استرنا، آمين. قال: كفانيهم الله. فأتى بجنود وأمرهم أن يأخذوه في قرقور، أن يأخذوه في قرقور ويذهبوا به في عرض البحر فيراودوه عن دينه، وإلا ألقوه في البحر. فأخذوه في وسط البحر، قالوا: ترجع عن دينك؟ قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. اتعلم، اتعلم لله انه ما قالكش دي بقى اتقالت قبل كده اقول حاجة جديدة، لا، عليك بالمجرب، عليك بالمجرب.
ما تدورش على حاجة لسه هتجربها، عليك بالمجرد. قال اللهم اكفنيه بما شئت، هي الجملة. فانقلب القرقور وغرقوا جميعا وفر الغلام وعاد يمشي إلى الملك. قال كيف، أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال أيها الملك اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. يا نهار أبيض على الغلام، ما شاء الله، اللهم بارك. غلام، وريني ابنك، وريني انت. الغلام قال له شوف بقى، مش هتقدر تقتلني غير اما تعمل اللي اقول لك عليه. يدل الملك على كيفية قتله، هي دي مضاء الإرادة، انه حط لنفسه هدف وعايز يوصل للهدف، فهو ماشي الى الهدف في خطوات ثابتة. زي ما قلت للإخوة ان لما يكون هدفي حطه قدام عيني هناك كده، اما عيني على الهدف بدوس برجلي في طريقي كل اللي يعترض طريقي، لان عيني على الهدف. اللي قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان من امر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. وشوف بقى لما غلام بيؤمر الملك، قال خذ سهما من كنانتك ثم ضعه في كبد القوس. هو يعني لما ياخد سهم من الكنان هيحطه فين عشان يقتل؟ لكن بيزله بقى، مش انت عامل لي فيها اله؟ ها اسمع الكلام، اسمع الكلام، هو ده مضاء الإرادة. اما يبقى ولدت لك إرادة، عرفت لك هدفا، وضعت خطوات للوصول الى الهدف، امضي امضي. غلام كان هدفه ان الناس تسمع ان لهم ربا هو الله. قال له ثم تقول بسم الله رب الغلام، ففعل وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره فمات، فسجد الناس كلهم أجمعون وقالوا آمنا برب الغلام. مات، ودي النقطة المهمة، ما شافش نتيجة عمله، ما شافش الناس لما أمنوا، ما عرفش إن الناس أمنوا. هو كان هدفه ان الناس يسمعوا الكلمة. الملك قال الكلمة، اعترف ان في رب غيره، رب الغلام، بس انا مش عايز حاجة من الدنيا. عشان كده الرجل قال له ايه؟ ما على هذا فبعتك، انا مش جاي عشان اخد فلوس، فلوسك اهي ورماها، انا عايز الجنة. هي دي القضية، ان لما يبقى هدفك ربنا ما تتعوضش عن ربنا بحاجة تانية. الله، ماذا تريد؟ الله، وايه كمان؟ بس. ثم نمو الإرادة. ايه ده؟ الإرادة بتنمو. إن من ولدت له إرادة قوية حازمة حاسمة تنمو وتكبر وتتكاثر وتعلو وتعظم، حتى في الدنيا. لما واحد يقول لك أنا عايز أبقى غني، قلت لكم قبل كده أن بعض الناس بيرسم في خياله شخصية كده أنه عايز يبقى إيه؟ عايز يبقى باشا، صاحب
صاحب فلوس كتير وصاحب شركة وعنده عربيات وعنده ناس شغالين وبيؤمر ده ويضرب ده ويهين ده ويدوس ده، راسم لنفسه الشخصية دي. هو بيبدأ عشان يوصل للشخصية دي بيشوف حد كده ويمشي خطواته واحدة ورا التانية. اللي أغنياء العالم بيقولك أثرياء العالم، فلان عنده مش عارف كم مليار والتاني فلان والتالت فلان، ويقعد يسمع بقى الناس دول وصلوا ازاي وعملوا ايه، ويبدأ هو يفكر يعمل ازاي زيهم عشان يوصل زيهم ويبقى عنده قدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هي دي نمو الإرادة. يريد يقول لك بس يبقى في إيدي مليون جنيه، بقى معاه مليون، يقول لك هي المليون النهاردة بقى تعمل حاجة، عايزين اتنين. قالوا اتنين؟ لا، ولا اتنين ولا عشرة، عايز كام؟ مليار. ملايين دي بقت بتاع الغلابة. هي دي نمو الإرادة في الدنيا. الناس بقى بتوع الآخرة زي ما قلت لك كده، لما جاب ختمة في اليوم ولقاها سهلة قال لك لا بقى، ختمة ايه؟ اتنين. الإمام الشافعي كان بيختم في رمضان ختمتين غير ما يقرأ في الصلاة، ده غير القيام والتراويح والتهجد، فيبقى لازم ختمتين. هي دي نمو الإرادة. ان هو معلش انا بقول، ولا خلينا اقولها المرة الجاية، بقول ان لازم يبقى فيه بين العبد وربه مجموعة من العهود والمواثيق لكي يسير عليها. أنا بحبكم في الله، خلي العهود والمواثيق دي المرة الجاية، تعال تعال الحلقة الجاية، تعال تعال وراي، تعال